أسعدني اليوم بزيارتك. كنت أنوي زيارتك منذ فترة، لكنها مشاغل الحياة. لابد أن تذوقي تمر نخلتنا يا عطاء، إنه من أفضل تمور مكة. أمر سيدتي. أحضر لجارتنا بعض أجود تمرنا. على الفور يا سيدتي. ما أرفع أخلاق هذا العبد، إنه حتى لم يرفع وجهه وهو يكلمك. من حسن حظك أنه موجود الآن، فبعد قليل سيذهب إلى المسجد الحرام ليتابع حلقات العلم. حلقات العلم؟ غريب. فلتأذن لي سيدتي بالانصراف لألحق بحلقة الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يمكنك الانصراف يا عطاء. تتعجبين من حرصه على العلم، فماذا لو عرفت أنه يقوم الليل ويقرأ القرآن ولا يكف عن ذكر الله طوال اليوم؟ وهو مع ذلك لا يقصر في طلباتك وما تأمرينه به. نعم، لولا أنه عبد لزعمت أنه سيصبح ذا شأن. وما تفرق الإسلام بين العبيد والأحرار، الكل سواسية أمام الله. وإذا كنت تظنين أن عبوديته ستكون السبب في ألا يعلو ذكره ويرتفع شأنه، فإني أشهد الله وأشهدك أنني قد أعتقته لوجه الله. ها؟ ماذا تقولين؟ تعتقينه؟ ومن يخدمك إذن؟ سأتدبر أمري من دونه. لعلي إذا أعفيت عطاء من خدمتي أقدم بذلك خدمة أكبر للإسلام والمسلمين، عندما يهتم عطاء بالعلم فيعلو شأنه. منذ أن أعتق عطاء وهو يقيم في المسجد الحرام متفرغاً للتعلم والعبادة، حتى علا شأنه فعلاً وصار من كبار فقهاء مكة وعلمائها، وصارت له حلقة من حلقات العلم في المسجد الحرام يحضرها الكثير من الناس. وأكثروا من الجلوس في مجالس الذكر وتجنبوا مجالس الباطل. وما هي مجالس الذكر؟ مجالس الحرام والحلال، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتزوج وتطلق وتبيع وتشتري، كل تلك مجالس ذكر. ما قولك يا شيخنا في من يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ كيف؟ والله جل وعلا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. فماذا يكون هذا الهدى الذي زاد إذا لم يكن الإيمان؟ ويقولون أيضا إن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله. أعوذ بالله من هذا القول. ألم يقرأوا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. لقد جعلهم الله دينا. أصبت يا سيدي، حجتك قوية وعلمك واسع. وظلت حلقة عطاء ابن أبي رباح من أقوى حلقات العلم ومن أكثرها حضورا، واستمر هو يعلم ويدرس ويفتي حتى صار سيد أهل العلم في مكة. جاء خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك حاجا في عام من الأعوام، وبعد أن أنهى الطواف بحث عن عطاء بن أبي رباح. أين أجد العالم الفقيه عطاء بن أبي رباح؟ هناك، إنه يصلي. الذي تفعله؟ وماذا أفعل؟ أنت
أنت خليفة المسلمين ونحن أبناء الخليفة، هل سنجلس وسط الناس هكذا؟ أجل، فهنا يتساوى الجميع أمام الله، لا فرق بين الأمراء والبسطاء. ألم يرك هذا الرجل وأنت قادم؟ لماذا لا ينهي صلاته ليجلس إليك؟ إنه العلم يا ولدي يرفع صاحبه درجات أكثر من الملوك والخلفاء، ولا يحتاج إلى الناس بل يحتاج الناس إليه. يا عطاء، جئناك سائلين علمك، طامعين في معرفتك، فأجبنا عما جهلناه وبين لنا ما غاب عنا من أمور الحج ومناسكه. سل ما شئت يا أمير المؤمنين. لم يترك عطاء سؤالا سأله الخليفة إلا وأجاب عليه إجابة كاملة شافية. وبعد أن أنهى سليمان أسئلته قام من عند عطاء وقد ازداد من علمه. جزاك الله خيرا يا عطاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم تعطيه يا والدي هبة أو هدية؟ أنت لا تعرف عطاء ابن أبي رباح، إنه لا يقبل العطايا والهدايا. ألم أخبركما بما فعله مع عمكما هشام؟ كلا، احكي لنا ما حدث يا أبي. حسنا، اسمع. كنا نجلس عند الخليفة هشام بن عبد الملك، فأتاه الحاجب يعلمه بوجود عطاء بن أبي رباح أمام الباب. سيد فقهاء الحجاز، أدخله على الفور ومن معه. تفضل. مرحبا بك وبمن معك، تفضلوا. وظل هشام يطلب من عطاء الاقتراب منه حتى جاوره جنبا إلى جنب، وظل عطاء يوصي الخليفة بالمسلمين والمجاهدين وأهل الذمة، وهشام ينفذ ما يطلبه عطاء فيكتب الخطابات إلى ولاته ويختمها بختمه. هل عندك حاجة أخرى يا عطاء؟ نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولن يكون معك ممن ترى أحد. وترك كلام عطاء في هشام أثرا بالغا، وأراد أن يكافئه فأرسل وراءه أحد أتباعه بكيس من المال. ما هذا؟ كلا، لن آخذ شيئا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هل فهمتم الآن؟ إن عطاء لم يجبني عن أسئلتي لأنني الخليفة أو لأنه طامع في هدية، بل لأنني رجل من المسلمين استفتاه فأفتاه. إن مقام عطاء عندنا أعلى من أي مقام. أيها المسلمون، يا عباد الله، لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. أيها المسلمون، يا عباد الله، لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. هل علمتم الآن مع من كنا؟